إن حجم المنجزات التي تتراءى لنا اليوم ثمرة جهود جبارة بذلت خلال الفترة الممتدة من شهر أغسطس 2019 إلى وقتنا الحاضر، وسأشير في هذا السياق إلى جملة من تلك الإنجازات طبقاً لمحاور القطاع. ففي مجال توسيع الولوج ورفع الطاقة الاستيعابية للمؤسسات، تم دعم المدرسة الجمهورية بأربعين مليار أوقية قديمة رغم صعوبة الظروف الناجمة عن جائحة كورونا، حيث أطلق في إطار برنامج الأولويات الموسع مشروع هام للبنية التحتية مكن من إنجاز ما يناهز 2000 حجرة دراسية، مما زاد الطاقة الاستيعابية للقطاع وخفف نسبة الاكتظاظ في المؤسسات التعليمية. وفي مجال الرفع من جودة التعليم وتحسين أداء المدرسين، أطلق القطاع مساراً لإصلاح منظومة التكوين الأولى للمعلمين، شمل مراجعة شروط الولوج ومسار التكوين وإجراءات الإشهاد والترسيم. وقد برهنت نتائج أول دفعة للإصلاح تخرجت هذه السنة على نجاح المسار المتبع في هذا المجال، كما شهدت السنة المنصرمة انطلاق برنامج للتكوين المستمر للمدرسين استفاد منه حتى الآن 4000 مدرس، وسيشمل بشكل تدريجي جميع المدرسين بعد تحديد حاجياتهم في التكوين. وقد عمل القطاع على تحسين ظروف الامتحانات والمسابقات الوطنية من خلال جملة من التدابير مكنت من محاربة الغش ومن توفير الشروط الملائمة للامتحانات، مما انعكس إيجاباً على النتائج. وفي إطار دعم الاستبقاء ومكافحة التسرب والانحياز للفئات الهشة، تم رفع عدد المستفيدين من البرنامج الوطني للتغذية المدرسية ليصل إلى 190,000 تلميذ في 12 ولاية. فخامة الرئيس، لقد تم في مجال الحكامة الرشيدة وتحسين ظروف العمل وتعزيز الثقة في القطاع إدخال نظام المعلومات لتسيير التعليم، مما مكن من ضبط الأشخاص وترشيد استغلال المصادر والتسيير المعقل للموارد المتاحة. وفي إطار الأولوية التي تمنحونها للتعليم، تمت زيادة الميزانية المخصصة للقطاع حيث بلغت 18% سنة 2021، مما سمح باكتتاب 6000 مدرس وزيادة علاوات المدرسين الميدانيين زيادات معتبرة، فضلاً عن ترقية المعلمين المكلفين بالتدريس وأساتذة السلك الأول والدمج التدريجي لمقدمي خدمات التعليم وإنشاء سلك المعلم الرئيس.